وأنت الذي في الفقراء قبضني، أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني؟ وأنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء، وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى ولدك الحسين بن علي وعلى أهل بيتك وآلك الميامين، واللعن على عدوك وعدوهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. ترجمان القرآن، مفسر القرآن، مبين القرآن الذي قال الله تعالى عنه: إن علينا بيانه وإن علينا جمعه وقرآنه. ذاك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يفسر لنا هذه الآية ويبين حكمة الخلقة وسبب الخلقة. قال الإمام أبو عبد الله الحسين حينما خرج على أصحابه، فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. الله تعالى خلق الخلق كي يعرف الرب. الإنسان الذي يجهل ربه ما قيمته؟ الإنسان الذي لا يعلم من الذي ينعم عليه، من الذي يفضل عليه، تراه يتيه في الترهات، تارة إلى اليمين، تارة إلى الشمال، تارة إلى الهند، تارة إلى الصين، تارة إلى بلاد الأمريك، فيضيع ويتيه. لا نكونن كالأطفال، إن الطفل يرى أباه هو الذي يرزقه، وبعد أن يشتد عوده يرى أن أباه ليس إلا ضعيف مثله. عجبا لابن آدم لا يعرف ربه، يعيش في نعمة الله 60 عام 70 عام ولا يدري من الذي يرزقه ومن الذي يدفع عنه السوء ومن الذي يتحفه ويؤنسه ويربيه ويغذوه. قال إبراهيم خليل الرحمن: هو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. ثم يبين الشهيد أبي عبد الله
قال إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، خلقنا كي نعرفه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. الإمام الحسين يرى أثر العقيدة على شخصية الإنسان، على سلوك الإنسان. الإمام الحسين يفسر معرفة الله وعبادة الله تفسيرا على الجوارح والجوانح، على القلب وعلى الأركان. إذا أنت عرفت الله فتخشاه، إذا خشيته فتخشع. هكذا كان يرى أبي عبد الله الحسين ويربي أصحابه على ذلك. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. انظر الإمام الحسين يجسد لك نموذجا حيا على الأرض من العابد لله. ما يعني معرفة الله؟ كيف تتجسد معرفة الرب على الجوانح والجوارح؟ يقول الإمام الحسين: بالنظر إلى الإمام، بمعرفة الإمام. انظر إلى الإمام كيف من خشية الله يتململ ويبكي ويتضرع ويخشع ويذل بين يدي ربه. انظر الإمام كيف هو بالتوكل على الله في الميادين صابرا شجاعا مقداما كرارا. إذا أردت أن تعرف الرب كيف هو للإنسان سند، وللعبد ظهر وظهير، ستجد ذلك كله في مثال واحد، في إمام العصر، في الإمام المهدي، في الإمام الحسين. أبو عبد الله الحسين يعطينا سبب الخلقة، سبب الخلقة ذاك لكي نصلح. خلقتكم لتربحوا علي لا لأربح عليكم. الله خلقنا كي نتنعم بجميع هذه النعم، لا بد أن نعرفه كي نستطيع أن نتنعم بهذه النعم. مثال بسيط: إذا أنت اشتريت واقتنيت جهاز، فرد جهاز إلكتروني وفرد جهاز حديث، طبعا هذا الجهاز الحديث أنت ما راح تقدر تستفيد منه حتى تنظر إلى الكتالوج، إلى خريطة الاستفادة. ولمعرفة خريطة الاستفادة من هذا الجهاز عليك أن تذهب إلى المنتج، إلى الشركة التي صنعت الجهاز، وأن تقتني هذه الخريطة من تلك الشركة. عليك أن تعرف تلك الشركة أو ذلك الشخص الذي أبدع هذا الجهاز، وذلك سبيل للاستفادة الصحيحة من أي شيء. الآن نحن نعيش في هذه الكرة الأرضية، من خلق الأرض؟ أي شريعة أعطانا للاستفادة الصحيحة من هذه الكرة الأرضية؟ للاستفادة من الليل، إذا غشينا الليل أنا نام أن نعمل ونجد ونجتهد ونفعل ونستيقظ ونسهر. هذا خريطته في القرآن: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. القرآن وترجمان القرآن أبي عبد الله الحسين يعطينا ويعطون الصورة الصحيحة للاستفادة من الليل والنهار والشمس والقمر والشهور والأيام والأماكن والأجهزة والأشجار والبحار والأنهار. كيف نستفيد ونتمتع؟ أمير المؤمنين عنده كلمة جميلة جدا يقول:
أسعد الناس حياة المتقين. المتقون هم الذين سعدوا وتهنوا وكانوا أسعد الناس حياة من هذه الحياة والاستفادة من هذه الحياة الطيبة. يقول القرآن: ولنحيينه حياة طيبة. ما تعني الحياة الطيبة؟ القناع مثلا، هذه القناعة تفسير للقرآن من ترجمان القرآن من فم الحسين. أنت ترى أن الحسين قنوع فتستلهم ذلك لحياتك ومسيرتك وخطاك. إذن أبي عبد الله الحسين يرى باختصار أن الخلقة كانت وبنيت على معرفة الرب، ومعرفة الرب تنتج للإنسان العبودية والعبادة واتباع الشريعة. إذا أردت أن تعرف الله وكيف تكون عبدا له وتستفيد وتربح عليه، عليك أن تعرف إمام زمانك كيف ذاك عبد الله واتبع الله واقتفى شريعة الله وسنن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.